وتوا نتعداو لجو تاها كويز مع تاها فواياج. اما قبل ما نتعداو للسؤال نتاع حمدي حدا نستقبلوا بعضنا فاطمه نوار من باب سويقه. عسلامة فاطمة، كانت تقدم لنا روحك وتقول لنا اش عملت بالضبط باش تنجمت تكون موجودة بحذانا هون. أنا فاطمة نوار بسوقة مع عرسة عندي زوج صغار. كل جمعة نشارك. كل جمعة نشارك يا أخي خطفت. كل جمعة يا أخي خطفت. باهي خطفت، لكن مازلنا ما نعرفوش أنت ايش باش تربح بالضبط. عندك الرود ولا فورتين والرولات هذيا تدورها وين باش يوقف حظك باش تنجم تربح. تنجم تربح بون داشات، تنجم تربح ويكاند، تنجم تربح فواياج، تنجم تربح فوالا. انا وزهر. انت وزهر. بالطبيعة. بسم الله. ويكاند المرادي بالم مارينا. مبروك عليك. مبروك عليك، مبروك عليك. وانت كان تحب تربح توا زادة كيما نكاية، تربح فواياج ولا تربح ويكاند ولا تربح بون داشا. اسمع حمدي حدش باش يقول وجاوب على السؤال. عسلامة الناس الكل وصحة شريبتكم. اليوم مع تاه فواياج نمشيو ولاية صفاقس، نمشيو تحديدا من جزيرة معروفة برشا سيغتو تولد فيها فرحات حشاب، معروفة زادة بالقرنيط. زعما أنا وين؟ مرسي يا حمدي حد، عمرك ما صعبت علينا، ديما أسئلة سهلة. دونك ادخلوا في ساعة باج فيسبوك تاه فواياج تونيزي، جاوبوا بالصحيح على اليوم تاع الفيديو، بارتاجيوها والجمعة الجاية تكونوا بحذانا هنا في استوديو عبد اللي شو تايم، وتروحوا بواحد من اللي كادو اللي في الرولات. واللي مبرمج فواياج في السيف نقولوا له تاه فواياج حضرت لكم أكثر من 150 ديبار لتركيا الماليزيا وتايلاندا واسبانيا والبرتغال والمغرب والاردن ومصر والبرازيل. وتريزرفيو في ماي، كي تريزرفيو في ماي تتمتعوا بالالي بوكينغ وتخلصوا بالفاسيليتي على 10 اشهر كامرين، على خاطر تاه فواياج هي لاجونس الاولى على تركيا حضرت لكم بروجرام ما تلقاوه كان عن تاه فواياج. وخاطر تاه فواياج هي لاجونس نميرو 1 على تركيا حضرت لكم بروجرام ما تلقاوه كان عندها، بروجرام اسطنبول سابانجا 8 ايام في الوتلة 5 اتوال، تكتشفوا تركيا اوترومو. واللي باش يعدي الصيف في تونس ويحب على سيجور دوتيل في تونس ينجم يريزيرفي في رمضان من توا ويخلص على 6 اشهر اون بلوس مع تاه فواياج. تنجموا تمشيو في السيف سيركوي نور وتشيخو مدة 4 ايام في تبرقة وعين دراهم وباجة ودقة. مالا ادخلوا على باج فيسبوك تاه فواياج تونيزي وهكا تاخذوا اكثر معلومات. سيف السنة سي سور مع تاه فواياج. رجعنا 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 مع عبد اللي، رجعنا مع عبد اللي شو تايم. اللي يحب يربح كهرباء قبل ما نستقبلوا الضيف نتاعنا الموالي يبعث حرف ا على 85 899. الكهرباء قدامكم وحكينا لكم عليها برشا مرات، فيورد فيستا جديده، كهرباء قمقومه ياسر روبيست كومفورتابل فيها ليزوبسيون كل اللي تحبوهم. تبعث حرف ا على 85 899 وما تنساوش الكهرباء ذي زي ما تخرج قبل رمضان. اهو قدم لي ضيفي عايشك اهو. انا اصحاب السعاده والمعارف نستقبل معهم بكل فخر نجما دخل الساحه الفنيه من الباب الكبير، شهره عربيه منذ البدايه من خلال برنامج سوبر ستار لصناعات النجوم. الينا واليكم وائل الكفوري دونس وكلود فرنسوا العرب، صوت الذهب وسوبر ستار العرب، كوكب الأغنية الشبابية الرومانسي والرومانتيكي أيمن لسيكا. أهو أهو
اللي ظلم ويروح معاك اللي ظلم ويروح معاك انت تشغلنا بدلنا ننسى انت تشغلنا بدلنا ننسى اما احكي لك علي هجرني ولا اشكي لك تضحك عني والروح معاك 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 يلي 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 ظالم رمضانك مبروك ومرحبا بيك. عايشك وبيك. شعام فيك رمضان؟ والله كما كل عام هنا سيسف رويحنا. وفما خدمة في رمضان ولا؟ فما تورنيه بتاع مهرجانات المدينة توا في رمضان. كي تقول مهرجانات المدينة وين معناها؟ والله بارتو في الجمهورية كل عام وين 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 جي مثلا السنة توا عندنا بور لو مومون بالطبيعة عندنا حمامات عندنا سليانة عندنا معناها هذوما اللي باش نبداو بيهم أقرب ليدات تاع الجمعة هذه الداخلة
فوالا. اي من انت من نجوم تونس المحبوبين اللي مشاو بخطه ثابته، قاعد تنتج، قاعد تخرج في موسيقى، قاعد لكن ماشي بالريتم نتاعك واحده واحده، معناها ماكش مزروب. لطفي المشكل مش غادي الحقيقه، انت ما تنجمش ما عادش حتى في خدمتك، ما تنجمش تبدل مسرح تعمل مسرحيه كل شهر. معناها كي ما تلقاش الحاجه المقنعه للناس والحاجه اللي في المستوى، معناها حتى في الشيء اللي انت مستانس به في حياتك وفي خدمتك، ما تنجمش تبدل كل شهر مسرحيه جديده. كيف كيف انا ما نجمش كل شهر نهبط اغنيه، سينو نولي نهبط في معناها كيما جاي اي حاجه تعرضني معناها غنيها ونهبطها. ونحمد ربي في حاجه انه اللي برودوي اللي هبطهم الكل معناها مدروسين دو تيل فاسون، كتابه الاغنيه توصل للناس ويحبوها وتسمعها وتتحفظ. معناها ما نهبطش اي حاجه وفي اي وقت، معناها تخدم ميم توب بار استراتيجي. اكزاكتومون، نحن جروب كامل دو ترافاي. من قبيله قاعد تقول نحن شكون انتم؟ جروب دو ترافاي، فما ديريكتور ارتستيك، فما المانجير مسيو انيس فليس اللي موجود لهنا، فما ما جروب كامله معناها تبارك الله، عباد يعرفوا رواحهم فاش قاعدين يعملوا بالضبط معناها. تحية خاصة للمراجير نتاعك والمناجير نتاع كباري بانز. كباري بانز تحية للفرقة. سامحني، أغنيتك الأخر أيمن اسمها؟ ما زلت وما زالت. ما زلت وما زلت. هبطت في أفريل. أي هبطت توا ما عنديش برشا. شوفوا إكستريم من الكليب ومن بعد نحكيو عليها شوية. المحبة هي هي، لا تبدلت وما زال الحب تبيع فيا، ما زلت وما زالت المحبة هي هي، لا تبدلت وما زال الحب تبيع فيا، وما زال عندي كلام عاشق في ليل وما نام. ما زلت وما زالت المحبه هي هي، حبينا نقول لهم رانا مازلنا نخدموا مازلنا نجو. لا شنو تقصد تو كي عملت الغنيه هذيا؟ ما تقوليش تقصد معناها عاملها وطفله وتبزنيسه وتليفون وعلاقه حب، معناها سابار دون استوار دامور. هذه كلهم خدمه نتاع مخرج بالطبيعه. لا نعرف احنا غنيه وكي مد وجوه انت تغني. لا عرفت مد وجهك تغني، مش تقصد بها ما زلت تغني وما زلت موجود وما زلت كانوا ميساج لشكون كي تقول لك انه ما زلت نغني. هي الحقيقه على خاطر نحن محضرين البوم كامل نتاع خدمه دونك الاغنيه هذه اللي هبطت تويكا معناها هي نمهدوا بها للي جاي. ميساج لشكون هذا؟ هذه سكوب ديجا ما عم نقول على البوم انا اللي هو حاضر فيه 10 اغنيات، هذه اغنيه الاولى منه معناها هبطت توا افون جو معناها للباقي اللي باش يجي. حبينا هكا كنسمي معناها الاغنيه هذه بالذات اخترناها هي على كلمه ما زلت. بيزار حاجه فيك ايمن، تو انت معروف وعندك جمهور وغنياتك معروفين عند العباد، لكن على اليوتيوب ما همش عاملين بوكو دو فيو. علاش؟ الستيل نتاع موزيكتنا نحن بتبيعته ما يلمش برشا دي فيو، سهله برشا. نحن عندنا عباد معينه اللي هي تحبنا، معناها مش الناس الكل نجم تسمع الستيل نتاع الموسيقى نتاعنا نحن. معناها كي تشوف النومبر دو فيو على يوتيوب عمره ما كان روبير، على خاطر معناها فما عباد تعمل في ملايين وقت اللي يمشيوا يغنيوا في مهرجان ما يجيهم حتى عبد، وهذايا معناها مفهوم ومعروف الحكايه هذه، معناها الناس الكل تعرفها. اليوم اليوتيوب مغلط برشا ناس الحقيقه. تحكي في حكايه جديده، راك قلبت الدنيا الكل انت هكا. اليوتيوب مغلط برشا ناس، خاطر الناس كل توا مغني الكل سامحني. نعم. يقول لك انا فيو على اليوتيوب وفلان عنده 100 ميل وفلان عنده 10 مليون والاخر عنده درا شنو. 100 ميل ربي يزيدو خويا، نجم يكونوا حتى 100 مليون معناها فيو، ما ينجم يتعدى في الشارع ما يعرفوا حد. قل لي انت منين جاوا لي فيو هذوما وقتها؟ ينجم يمشي اليوم معناها في مهرجان يغني يجيو ثلاثه من الناس، وينهم لي فيو؟ أنا حاجتي بالعباد الحقيقيين، حب كي نغني إنسان قدامي عابد يضحك لي يتبسم ويصفقك، مش ذيك كليك معناها. لي فيو معناها مش عباد حقيقيين، سي دي فيرتو، سي دي فيرتو. فما العباد الحقيقيين وفما الفيرتو وفما الفيك وفما فما برشا حاجات. كيفاش فيك؟ موجودة هذي موجودة، معناها تنجم أنت تو تسويت بتليفونك تدخل على جوجل عمل ريشيرش تويكا تلقى دي سيت ويب من روسيا ومن وين ومن وين اللي تنجم تشري بهم دي فيو تو سويت تو في اللحظة هذي نشري. فما فنانين قاعدين يقنفلوا في الليفيو، الناس الكل قاعدة في خاصة في الديماراج تاع اغنياتها، الناس الكل تبدا هابلة، الناس الكل تلوج على اللوروات وتلوج على الكوارت، نحب نعمل سبونسورينغ ونحب ندرى شنيا على فيسبوك، هابلين العباد يضحكوا. علاش ما عملتهاش؟ ما نعملهاش خاطر علاش نعمل فيها؟ ما يكبركش؟ انا العباد اللي انا باش نوصل لهم واصل لهم يسمعوا في غنياتي، انا اللي حشت بيهم موجودين والحمد لله، الناس اللي تحبني موجودة ونحمد ربي ونشكره. غرور؟ انا غرور شنو؟ منهم هم ولا مني؟ لا هذا غرور منك انت. لا هذا اقتناع، انا مقتنع بالعباد اللي تحبني، مقتنع بهم.
الناس اللي يحب نحب معناها هذوكم انا مقتنع بهم ونحبهم. هو اول باهي في هذايا ابار انك تحكي معناها باقتناع وتحكي معناها اللي يعجبني عندك اون كلير فايونس في الشيء اللي قاعد تقول فيه. تقول انا ما حشتيش بهذايا صافي بليزير كان جاي او ميم طون انا اللي قاعد نخدم على بوبليك واضح. لكن مش كاينك في الشوا هذايا بتاعك كأنك سكرت الباب نتاع الانتشار العربي اللي كنت تخدم عليها نصرت مامون. لا عمره ما تسكر ومازال موجود وديجا لي برودوي الجدد اللي هما حاضرين توا فيهم اللبناني وفيهم العراقي. خاطر البرودوي هذا اللي سفناه سوق تونسي. هذا سوق تونسي اما بشوي بشوي هذا نحب نوصلوه نحن للسوق العربيه أمه. الكلمة التونسية توصل للسوق العربي. أنت تحب تقتحم العالم العربي باللغة التونسية. باللغة التونسية. أمنية هذا هي اللي الناس كل تمنيها والتوانسة الكل يتمنيها وشكون ما يحبش الفنانين التونسية. شكون عملها؟ شكون وصل لعملها؟ في تونس؟ أي. مازالت الحقيقة. حد ما عملها؟ ما عملهاش شكون معناها ترشق بها صابر الرباعي قدم شوية بها في شوية غنيات إلا أنه معناها حبينا أنه الأغنية الكلمة التونسية تنتشر في العالم العربي كيما جينا كيما نحلوا راديوات ونسمعوا اللبناني ونسمعوا المغربي ونسمعوا الناس كل ماذا بينا في لبنان وفي مصر نحلوا الراديو ونسمعوا واحد حكينا على صابر. لكن الشيء اللي بتاعك أنت شو عمل؟ عمل حواجبه لا نعرف خطار عن بوش الشيء اللي بتاعنا نحن كل واحد ليف كل في نوار ولا كل فول ولا عملته دخلته للاقتحمته العربية اقتحمته العالم أنا قاعد أحاول أنا ايه علاش جيل مش متحدث بالرسمي بس ما شنو اللي ناقص؟ شنو اللي ناقص اليوم انت ولا شنو ناقص الكلمات نتاعنا؟ البرودكسيون ريشيرش وبرودكسيون سهله برشا كيما مثلا المغاربه وصلوا لنا لتونس وصلوا للعالم العربي ما فماش اصعب من اللغه المغربيه الحقيقه ما. ايوه نحن احمر وتوانسه لغتنا ما سهله تسمى برشا في المغرب العربي. لكن نحن عندنا مشكله توا ذيك علاش برشا مش فاهمين علاش افلامنا مسلسلاتنا وغنانا مربوط ما يمشيش في الشرق هو كله مربوط ببعضه غناء ولا مسلسل ولا فيلم اما نحن هو المغرب يوصل هو وصل للمغربي توا بالغناء بالغناء وصل ليه هو الغناء باش يكركر وراه الدنيا الكل يكركر وراه المسلسلات ويكركر وراه الافلام ويكركر وراه حتى السياحه للمغرب بيده. دونك هذا هو المجهود اللي هو كان جدنا الدنيا راه مجهود جماعي لازم يكون لازم الفنانين الكل برجوليه تحاول تطور في الموسيقى وحاولوا نقدموا ونسهلوا الكلمه نتاعنا ونوصلوها لبرا وكل واحد جي فرصه يكون لبرا يوصل الحاجات نتاعنا نحن يا خويا انا قاعد نعمل ان شاء الله العقبه للناس الكل. يقولوا عليك ايمن سعيد في خدمتك وما يعجبكش العجب. صحيح صحيح بالحق. ايش معناها صعيب تولي معناها نتحول تفدد وتقلق نتحول اي تغشش تولي تغشش ونولي نفدد نولي حاجه الله يبارك ما نتحكمش في روحي. شكون هو اصعب اليوم كلمات ولا اللحن؟ الزوز اللحن والله مش صعيب برشا الحقيقه ما الكلمات كلمات صعيب صعيب بالحق مش بالساهل تلقى كلمات اللي يوصلوا للناس وما همش مستهلكين خاطر ياسر ولينا نلكلكوا فيها سكر ويعسل ونحبك ودراك الاربع كلمات هذوكم ولا نولي الحك في لحمي كي نسمعهم. علاش ما تتصلش بشعراء بناس تعرف تكتب بناس طيارات؟ قاعدين نتصلوا بالناس الكل ونكلموا في الناس الكل وقداش من مره نعمل نداء كي في برامج ونقول بربي اللي عنده كلمه باهيه ولا كذا راني ناخذ طول اعطيني سمعني معنا راني انا تاخذ لحن انت ولا شكون اعطيني الكلام وتنصرف على روحك. باهي سواء لحن انا ولا نهز لشكون ولا نصرف. انا اي ضيف يجيني يعرف يغني نطلب منه يغني اكابيلا. نغني؟ نسمعوا. اش تسوى الدنيا بلا بيك منين شفتك وسمعتك قاع الله 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 يصبرني صبرني على نسيانك نبرة لحظة من عذابك شكون فينا اللي شرى شكون اللي باع اش تسوى دنيا بلا بيك منين شفتك وسمعتك قاع الله 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 يصبرني صبرني على نسيانك نبرة لحظة من عذابك شكون فينا اللي شرى شكون اللي باع انتي كنتي تعسو فنير ما كنتيش تعبني استوار
شابة sans espoir ما همك شي كاع اللي صار شفتك دساني وعوان دساني وعوان ما شفتيني شنهار أيمن باش نلعب معاك لعبة صغيرة يلا باش نعطيك أسئلة فيها دو شوا زوز خيارات يا تختار واحد منهم الزوز يا تجاوبني بمقطع متاع أغنية يلا سيدي واضح؟ واضح باهي حفلة أخرى في كرتاج مع أماني سويسي ولا بطرح بوكس ضد تايزن حفلة أخرى في كرتاج مع ماني سويس هذيك الطريحة حفلة أخرى في كرتاج مع ماني سويس خاطر هي يمكن ما تجيش أمانة نمشي عشاء مع عايشة عطية نغني ولا تطلع للشعام بوحدك نغني ديريكت نغني غني تفضل تفضل نغني مي مينور أيا من سألت عن الهوى كن عاقل أيا من سألت عن الهوى كن عاقل فاحذر تبنى وخلي عقلك عاقل واسمع نصيحة مجرب بالهوى واسمع نصيحة مجرب بالهوى غير غافل الحب بلاء الحب بلاء والعشق سم اخترت الغناية نعطيك السؤال اللي بعده ديو مع هيك العالي عرفته اللي غني أموري فما حاجات ما يركبوش ولا ديو مع ولد عواطف والله نقول لكم حاجة والله العادة نحب صدقني العادة نحب نتكلم عليهم بالحق والله علاش كان نجي نفدلك مرة وتبارك الله هما مش ناقصين في كلاش وما كلاش ولا شنو ولد عواطف دار المهم هبط الغناية جابتني فيها جابتك انت في غنايه؟ والله دوك بعث لي واحد صاحبي صوري في الكليب الاخر قال لي شد هاو كليب الاخر تاع ولد عواطف راه يسب فيك. شنو هي المشكله بينك وبين عواطف؟ المشكله مع ولد عواطف انا في الاخر هكا لا ما ادراش زوز بوكوسيت تغنيوا على بعضكم زوز عاملين سكسي زوز مغنيين كل واحد ربي هو قاهر قلوب البنات هو ولد عواطف وانت بوكوس على روحك هو زايد عليك لو شمك هو معناها ربي يسيده خويا تخير منه؟ لا ما لطفي بالحق فضلكم كلام هذا مالا ديو مع هيكل عليا يطيح وانا نطلعها لا خويا زوز لا زوز لا زوز لا خويا مالا غني صاحبي شنو غني خويا معلم غيرك في قلبي معلم 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 غيرك في قلبي معلم معلم أنا اللي كنت أستاذ ومعلم أنا اللي كنت أستاذ معلم عيد الحبايب ضنحلي 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 ليلي 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 يا
اخره معلم صاحبي تبارك الله عليك. قبل ما نسكروا معاك البلاتو، اسكو صحيح قاعد تحضر في غنايه جديده في المغربي مع فريق سعد المجرد؟ صحيح، وحضرت حضرت الاغنيه، حضرت اغنيه ياسر حلوه باش تحبوها برشا بحول الله. بديناها من المغرب انه الناس الكل ماتوا عليها الاغنيه، بالحق حلوه برشا. انا فرحان بها برشا، مقتنع موجوده. نجم نكونوا محظوظين عنا مقطع صغير نسمعوا منها، حاجه صغرونا هكا تشويق كاو. حاسك باش تقولي مش بعيد ياسر. يا سامشي قول لي معانا راه من البرنامج هو. يا سامشي قول لي ليه؟ ما قالش ليه، معناها السكوت علامة الرضا. برا برك. باش نغني لكم مع عزيزتكم، يلا ولا ما نغني. يلا الأغنية تقول. وأنتِ غادية وأنتِ جاية كيس شوية عالكرة الأرضية، داك الجمال فات الخيال داير زلزال من الدرجة مية. ناري 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 قولي واشنو صاري، حبك حمقني سطاني خرجني من داري. ناري 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 قولي واشنو صاري، حبك حمقني سطاني خرجني من داري. أنا هذه الحقيقة حسب ما سمعت جوسيكو مش هذا التوزيع متاعها ودنيتها وجاوب. والله والله أنا حاسس هذه باش تضرب الغنية إن شاء الله. صديقي بون شونس، خلي لي كلمة الختام وباش نعملوا معاك نسمع معاك الغنية باش تسكروا بها. نشكرك على الاستضافة بيان سور، نشكر الجمهور اللي حاضر معنا اليوم، نشكر الفرقة تباريبان زاد تحية ليهم. نحب نشكر أنيس مدير الأعمال. نحب نقول رمضانكم مبروك للتوانسة الكل، وإن شاء الله عيدكم مبروك كما تقابلناش. ونحب نشكر جوزيف كواف، بربي تحية لي جوزيف. شكون آخر؟ ألفة بواب متعدد الحفلات اللي نخدموا معاه في المهرجانات، وسي محمد بوذينة كان تحب ميسيلش دونك موجود في توت لي سوس ولا محمد بوذينة. وبيان سور نشكر قناة التاسعة على الاستضافة زادة، وبيانتو إن شاء الله. ميرسي بوكو. عايشكم. بل ما نخليك مع الموسيقى، خلينا نذكر بربي بالكره بل الربح انا فورد فيستا، لا نوفيل فورد فيستا. راهي الفورد هذيا تخرج مع برشا باش تخرج قبل رمضان، دونك ابعثوا حرف ا على 85 899 اللي يحب يعيد كهرباء جديده. على ذكر الفورد، على ذكر الفورد، ناس تربح زاد ناس تبعث. على ذكر الفورد البريمي جوان، نحن عندنا حمامات ما عندهاش علاقه بالفورد، فهمتني؟ البريمي جوان ان شاء الله في حمامات مهرجان المدينه. بلا اللي يحب يربح فورد يبعث حرف ا على 85 899 ويمشي للحمامات يتفرج. البريمي جوان في حمامات ايمن لاصيق ولو 27 هذا في سليانة. ولو 27 في سليانة. ميرسي ايمن، ميرسي بوكو، مرحبا بك. محبة هي هي، لا بدلت وما زال الحب تبيع فيا، ما زلت وما زالت المحبة هي هي، لا بدلت وما زال الحب تبيع فيا، وما زال عندي كلام عاشق في ليل وما نام، والشوق طاير بيا كيف العادة، وما زال ما
اللي فيا هواك، ما زلت عايش فيا ما ننساك. كان الزمان خذاك وخذتني الايام نستناك، ما زال فيا هواك، ما زلت عايش فيا ما ننساك. كان الزمان خذاك وخذتني الايام نستناك، لا تغيب لي لا ساكنه في مناني وتصويرتك في البال. هي هي صبري ينفع حالي صاير حالي، ما عاد ما مثل